قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هدايا لأسر شهداء القطاع الطبي في المستشفيات الجامعية، حيث قام وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وعدد من رؤساء الجامعات قاموا بزيارة لأسر الشهداء بمنازلهم وتسليمهم هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا منه لشهداء القطاع الطبي من الجيش الأبيض. بكرر شكري مرة تاني لكل العناصر الطبية اللي موجودة في مصر، سواء اللي هم يعني استشهدوا في أداء هذه المهمة أو اللي ما زالوا حتى الآن بيقوموا بدورهم الرائع جدا والعظيم جدا في حمايتنا. معايدة بسيطة سيادة الرئيس بيعبر بيها عن شعور معظم وكل شعب المصري، قام بدور كبير جدا في ظل جائحة العالم كله عانى منها، فاحنا في ظهركم وراكم، وأي شيء تحتاجه الأسرة تكليف واضح من سيادة الرئيس أن يتم فوراً. احنا أنا وأختي متفاجئين جداً باللي حصل، وأكيد مبسوطين جداً أن الدولة قدرت مجهود بابا. أنا أشكر الرئيس على المجهود الكبير جداً اللي هو مهتم بالدكاترة اللي بيساعدوا في البلد دلوقتي. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفني ان انا اجالكم وابلغكم تحياته ومحبته وتقديره. ربنا يخليه لنا يا رب، ويبارك في عمره ويخليه للشعب المصري كله يا رب. يا رب. زيارة عزيزة والله، واحنا يعني على عهدنا معاكم دايما بتفتكرونا في الاعياد ودايما معانا ودايما عايزين على الشكر والله. كل سنة وانت طيب، يعود عليك بخير ويجعلك كده سند لينا، وربنا يديك الصحة يا رب. مصر بتستشهد ولادها، وباباك قام برسالة سامية لخدمة الوطن، وبنقدمكم اهداء فخامة الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جدا، شكرا لسيادة الرئيس، شكرا. هذه اللفتة الجميلة لصورة السيد رئيس الجمهورية يمكن أن نضعها تحت عنوان إن مصر لا تنسى أبنائها حتى إن فارقوا الحياة.